مرحبا بكم. باكستان. باكستان هي دولة ذات سيادة في جنوب آسيا، ويتجاوز عدد سكانها 205 مليون نسمة. هي خامس دولة من حيث عدد السكان، ومساحتها تغطي 881.913 كيلومتر. باكستان هي الدولة 33 في العالم من حيث المساحة. باكستان لديها 1046 كيلومتر من الخط الساحلي على طول بحر العرب وخليج عمان في الجنوب، وتحدها الهند من الشرق، وكذلك أفغانستان إلى الغرب، وإيران في الجنوب الغربي، والصين في أقصى الشمال الشرقي على التوالي. ولغتهم الرسمية هي الأوردو، وهي تشبه في حروفها اللغة العربية، واللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية لباكستان. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن حقائق لا يعرفها أغلب الناس عن باكستان، لكن قبل أن نبدأ سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم كل جديد. فلنبدأ. أولا الأزياء. الزي الرسمي للباكستانيين هو بنطلون واسع وقميص طويل قليلا، ويعتبر هذا الزي هو الزي نفسه لدى الرجال والنساء. ترتديه النساء بألوان زاهية وأقمشة مزخرفة، بينما يرتديه الرجال باللونين الأسود والأبيض فقط. وتحمل أيضا النساء شال على أكتافهم، ويستخدم كحجاب عند الحاجة. يفضلون تزيين العيون بالكحول ورسمها، وكذلك يضعون المجوهرات الكثيرة. الرقص. من البلاد التي تعبر عن مرحها واحتفالها بالرقص هي باكستان، ولهم رقصة شعبية وهي شهيرة، وحركاتهم معروفة. يتميلون على أنغام موسيقاهم، والموسيقى الباكستاني متنوعة جدا، من المحافظات الموسيقى الشعبية والأساليب التقليدية مثل قوالي وغزال إلى الأشكال الحديثة، وهي دمج الموسيقى التقليدية والغربية. باكستان لديها العديد من المطربين الشعبيين المشهورين. الحلاقة للجمال. من أغرب العادات في باكستان هي الحلاقة للجمال، فمهنة حلاق الجمال انقرضت منذ عقود، ولكنها حتى الآن موجودة في باكستان. ليست مجرد حلاقة عادية، يتفنن الحلاق في الزخرفة على الجمل. يزينون الجمال ليعرضوهم للبيع في سوق الجمال، حيث ينجذب المشتري للجمل الأكثر تزيينا، وهكذا ظهرت مهنة حلاق الجمال. باكستان تركيا. بدأت العلاقة الدبلوماسية بين تركيا وباكستان عام 1947، بعدما أصبحت الأخيرة أكبر بلد مسلم على الخريطة العالمية. وكانت تركيا واحدة من الدول القليلة التي اعترفت سريعا بباكستان عقب تأسيسها، ودعمت محاولتها الناجحة لتصبح عضوة في منظمة الأمم المتحدة. ودائما هناك دعم متبادل بين الدولتين ومساندات في المواقف الدولية. وبسبب الاتفاقات بين الدولتين هناك العديد من المصانع التركية في باكستان. علم باكستان. مأخوذ من علم الدولة العثمانية بصفتها آخر خلافة للمسلمين، ولأن باكستان دولة مسلمة تم الأخذ به مع تغيير اللون، إذ يتألف من اللون الأخضر الغامق وشريط عمودي أبيض وهلال أبيض اللون ونجمة بخمسة رؤوس في الوسط. يرمز العلم إلى التزام باكستان الكبير بالديانة الإسلامية والعالم الإسلامي، وكذلك حقوق الأقليات الدينية. السيارات. عندما تذهب إلى باكستان أول شيء سيلفت انتباهك هو الشاحنات المزينة، وهي واحدة من العادات الغريبة في باكستان. تزيين الشاحنات بتفاصيل كثيرة وألوان مبهجة، وهذا أمر هام جدا بالنسبة للباكستانيين. وتشمل هذه التزيينات أدعية سفر أو صور يختارها سائق الشاحنات، تكون لأقربائهم ولأحبابهم، وأخرى لحيوانات وأزهار. إنها الزخارف التي بفضلها تتحول الشاحنات في باكستان إلى لوحات فنية متحركة مميزة تنشر جمالها بطرقات البلاد. الأعراس. يحظى الزواج بأهمية كبيرة لدى الشعب الباكستاني، ويرتبط معهم ببعض العادات والتقاليد، وقد يراها البعض عادات غريبة على مجتمعاتنا. فمثلا في بعض المناطق تتحمل العروس أعباء مصاريف الزواج وبنسبة تفوق الرجل بكثير، فهي من تتكفل بتجهيز المنزل من كافة الأغراض كالأثاث والأجهزة
والأغرب من هذا الأمر أن العروسة تسترد أغلب ما تنفقه من أموال في ليلة الزفاف، حيث يطالب أهل العروس بسداد ما قاموا بإنفاقه على عش الزوجة. ويشهد حفل الزفاف الكثير من الأمور الطريفة والتي تسبب حرجا كبيرا للعريس. فمثلا، من المتعارف عند الباكستانيين في حفل الزفاف عدم ارتداء الحذاء أثناء الجلوس بجانب العروس، وحيث تقوم أخت العروس بإخفائه، ويتم مطالبة العريس بدفع المبالغ التي تم إنفاقها على منزل الزوجية حيث يتمكن من استرداد الحذاء. في باكستان يستطيع أن يتزوج شاب فقير بفتاة ثرية من عائلة ثرية، والاحتفالات تبدأ بالحنة ثم شعائر دينية ثم بعد ذلك الزفاف. الموسيقى الباكستانية. من أشهر أنواع الموسيقى الباكستانية القوالي، ويمزج منشد القوالي الشعر الإسلامي العربي بالشعر الأردي، وتنظم فرق تراثية باكستانية مهرجانات موسيقية محلية ودولية، ولا يكاد يخلو أي معبد صوفي في باكستان من عزف موسيقى القوالي الصوفية التي ظهرت أصولها في الهند منذ ما يقرب من 700 سنة. الآلات الموسيقية. بلد المزامير. تنتقل صناعة مزامير القربة من جيل إلى جيل في مدينة سيالكوت الباكستانية، حيث تباع بآلاف الآلاف. وكما تنتشر رائحة الخشب في مصنع ميد إست في سيالكوت شرق باكستان، ويعمل به عمال وقوفا أو جلوسا في نحت الخشب وصقله وطليه. من لوح من خشب الأبانوس أو الزهري ينبثق تدريجيا المزمار ليصدر عندها صوتا حادا، وتعتمد الطريقة نفسها لصناعة الأنابيب التي تصدر صوتا خفيضا، ويضاف إلى هذين العنصرين بعض الزينة، ويربطان إلى كيس غالبا ما يكون مصنوعا من قماش الترتان الصوفي المخطط، ويكون بألوان مختلفة، والذي تشتهر به اسكتلندا. الأكل الباكستاني. يعتبر المطبخ الباكستاني ثري ومن المطابخ المميزة عالميا، ومطبخ عريق وراق من مزيج من المأكولات المختلفة المعروفة في باكستان. ومن المعروف عن المطبخ الباكستاني ثراؤه ونكهته الغنية. تختلف الأطباق داخل باكستان اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى، والتي تعكس التنوع العرقي والثقافي كذلك للبلاد. الاقتصاد. اقتصاد باكستان هو الاقتصاد رقم 26 في العالم، وذلك من حيث تعادل القدرة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ عدد سكان باكستان أكثر من 186 مليون شخص، وبالتالي فإن دخل الفرد هو 3149 دولار، ليحتل بذلك المرتبة 140. باكستان دولة نامية، وهي واحدة من 11 القادمين. لديها القدرة على أن تصبح واحدة من الاقتصادات الكبيرة في العالم، وذلك في القرن 21. ومع ذلك، بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار الاجتماعي، وذلك اعتبارا من عام 2013، كان هناك أوجه قصور خطيرة في الخدمات الأساسية كالنقل بالسكك الحديدية وتوليد الطاقة الكهربائية. السواحل. تتمتع باكستان بسواحل وشواطئ جميلة ومميزة بالطبيعة الخلابة، لكن بسبب الظروف السياسية للبلد لا تشجع الحكومة السياح للقدوم للبلاد. ومن الجدير بالذكر أنه لا تجد سيدة باكستانية ترتدي ملابس سباحة على الشاطئ أو حتى في البحر، فهم ينزلون بأزيائهم التي سبق وتحدثنا عنها. جيش باكستان. جيش القوات المسلحة الباكستانية يحتل المرتبة 17 بين أقوى جيوش العالم. لديه قوات جوية قوية تأسست بعد استقلال باكستان سنة 1947، وكان قبل الاستقلال ضمن حركة باكستان، ويبلغ عدد الأفراد العاملين في الخدمة 650 ألف فرد و 528 ألفا في الاحتياط من الذين يبقون في الخدمة. وكما كان للجيش الباكستاني حضور سياسي في فترات مختلفة من تاريخ البلاد. لعبة كرة القدم. أكبر مصانع لتصنيع كرة القدم في العالم موجودة في باكستان، والكرة المستخدمة في بطولات كأس العالم يتم تصنيعها كذلك في باكستان، وبذلك تتغلب باكستان على كل من الصين والهند في تصنيع الكرات، وتبيع حوالي 60 مليون كرة في السنة،
وهي بذلك تبيع نصف الاستهلاك العالمي للكرات، ويتلقى العاملين على تصنيع الكرات مرتبات قليلة جدا مقارنة بما يجنوه. بكل هذا الذي تحدثنا عنه في الفيديو، فإن باكستان تختلف عن التي نراها على شاشات التلفزيون، والتي تظهرها بلدا متأخرا عن باكستان الحقيقية. عندما يذهب الناس لزيارتها يتفاجؤون بالأماكن الجميلة وأماكن المتعة والنوادي التي لن يخطر ببالك أنها موجودة أصلا، لكن الأكيد أن من يذهب إليها مرة سيرغب في الذهاب إليها مرات عديدة. نحن عرضنا لكم بقدر الإمكان الصورة الكاملة. شاركونا آراءكم حول باكستان في قسم التعليقات. كذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم بخير.